السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأحداث المهمة جدا على مستوى العالم اللي حدثت في الوقت ده هي الحرب الدامية في البوسنة والهرسك، واللي استمرت من عام 1992 إلى عام 1995، واللي ضاع ضحيتها ما لا يقل عن ربع مليون نسمة. 80% منهم كانوا من البوسنويين، وراح اغتصبت ما لا يقل عن 40-60 ألف فتاة. الإحصائيات بتقول بعضها تقول 40 بعضها 60 ألف كان اغتصاب ممنهج. على العموم بدأت الحرب دي في ثلاث أيام عيد الفطر المبارك، بعد الشعب البوسناوي ما صوت على استقلال البوسنة من يوغوسلافيا، وبدأت القوات الصربية تحارب المسلمين البوسناويين في الداخل. قبل كده كانت الحرب اندلعت بين الصرب وبين السلوفين، السلوفين الكاثوليك، وبين الصرب وبين الكروات منذ ديسمبر في عام 1991. قررت الذهاب انا واخي الله رحمه الله عليه الاستاذ ماهر عبد الله، وسافرنا فعلا الى المنطقه دي، وذهبنا الى مدينه زغرب. زغرب اللي هي حاليا عاصمه كرواتيا، واتلقينا ببعض الجمعيات اللي موجوده هناك زي الهيئه الاسلاميه العالميه وغيرها في المكتب بتاعهم في مدينة زغرب، وخدنا منهم فكرة أين نذهب وماذا نفعل إلى آخره. فعلا نزلنا من هناك ورحنا زرنا ثلاث مدن تقريبا أو أربعة، واحدة فيهم اسمها سبليت ودي على البحر الأدرياتيكي، واحدة اسمها تشيرنومير ودي مدينة صغيرة جدا قريبة من الحدود السلوفينية، واحدة اسمها سلوفانيسكي برود وبوسنيسكي برود على الحدود الكرواتية البوسنوية. طبعا انا والاستاذ ماهر عبد الله، استاذ ماهر عبد الله اصبح فيما بعد اول مقدم لبرنامج الشريعه والحياه في تلفزيون الجزيره في قطر. بدانا الزياره باننا اخذنا بعض المعلومات ونزلنا على سبليت، ومن سبليت رحنا نزور بعض المخيمات. بدانا بتشيرنومير، وده كان في شهر مايو، بس مش فاكر بالضبط كم مايو عام 1992. فلقينا في المخيمات دي موجودين، هم مش مخيم خيم يعني، قاعدين في بيوت او في مراكز ايواء، كلهم بلا استثناء اما نساء كبار في السن او نساء متوسطين في السن او بنات فتيات او اطفال صغار، لا يوجد معهم رجال اطلاقا. منظر مؤلم ومخزي لنا جميعا خروج مثل هؤلاء النسوة والبنات الصغيرات في هذا الوقت. وبعدين بعد كده دعينا ان نروح مع بعض الناس عشان نشوف المدن الحدوديه اللي هي تشيرنومير بوسنيسكي برود وسلوفانيسكي برود. فروحنا بعربيه وكانت مسافه طويله مشينا فيها الى ان وصلنا الى بعض هذه الاماكن. وطبعا من المخزي في هذا الوقت نحن رحنا شفنا يعني زرنا بعض المراكز الطبيه اللي موجوده على الحدود، وجدنا فيها بعض المتطوعات من البنات البوسنويات لما صغار في السن يعني في العشرينات يعني حاجة زي كده، هو وبيحرسهم جندي. والجندي ده يعني وللأسف في هذا الوقت لم يكن قادر على الوقوف، عنده استطاعة الوقوف ليه؟ لأنه كان شارب يعني، وكان الكلام ده في الظهيرة يعني ساعة 2 أو 3 أو في الظهر. ولما شافنا وحس اننا مسلمين زيه جايين نزورهم في الوحده الطبيه دي كلها، حضننا وما كانش قادر يقف على رجليه من كتر الخم. فده كان المجتمع اللي خرج من العصر الشيوعي الاشتراكي اللي اسس له تيتو وانصاره الى اخره. ورجعنا من هذه المنطقه مره اخرى الى ان نرجع لمدينه سبليت. سبليت هي تعتبر من اهم المدن الكبرى في كرواتيا، وهي على الساحل الأدرياتيكي على البحر الأدرياتيكي، وهي كان فيها أغلب اللي هم اللاجئين أو في الوقت ده كانوا ممكن نسميهم نازحين، لكن اسم ما زالت يوغوسلافيا لم تتقسم بعد، لكن بعد كده سميناهم لاجئين. كانوا عايشين في النسوان دول، عايشين في المراكز الرياضية والمراكز الاجتماعية إلى آخره إلى آخره إلى آخره. على العموم قلنا نزور بعض الأئمة هناك، فزورنا أحد الأئمة كان شاب صغير، رحنا له في الشقة بتاعته علشان نقعد معاه ونتكلم معاه، لأنه معاه يعني خارجة من الغرفة الأخرى فتاة جميلة صغيرة.
يعني ما قدرناش نقول هي مين بتعمل ايه كذا كذا، لكن ده كان ثقافة المجتمع البوسنوي اللي خارج من العصر الشيوعي الاشتراكي. ما قدرش اقول انها كانت الجيرل فريند بتاعته، لما كانتش ايه ما كانتش زوجته يعني. نفس الوقت رحنا نزور بعض النساء اللي خرجوا او العائلات اللي خرجت من غير ازواجها في بعض البيوت هناك، بعض مراكز. فبعض النساء دول لما خرجنا علينا كانوش لابسين لبس يعني يغطي جسدهم، فكانوا لابسين يعني اشياء شبه عارية في الشرطات الصغيرة الى اخره. فلما حبوا يتغطوا او كذا كذا فلبسوا اشياء زي كأنهم رايحين على الايه على البحر او على البلاج الى اخره الى اخره. دي كانت ثقافة الناس اللي دخلوا في الحرب عام 1992. قلنا نعمل ايه يا ماهر، نعمل ايه يا ماهر؟ قلنا نشتري بعض الاشياء، ورحنا على مركز من مراكز الايواء دي في المراكز الرياضية الكبيرة اللي كان فيه يعني مئات العائلات، ونشتري بعض المواد الاساسية دقيق او رز او الى اخره ونوزعها عليهم هناك. وفعلا عملنا كده، وزعنا عليهم بالاشتراك مع المسؤولين هناك. في ذلك الوقت يعني فكنا في ساكنين في ما يسميه دلوقتي بيت ضيافة، ما كانش اوتيل، ما كانش هناك اوتيل يعني بيت ضيافة انا وماهر. ولا ادري كنا في نفس الغرفة ام في غرفة تانية، قاعدين في غرفة. وقدرا قدر الله سبحانه وتعالى تقينا، شفت شخص كده داخل وكأنني رأيته من قبل، وكان هو يطلع الشيخ صالح جولاكوفيتش اللي هو كان رئيس المشيخة الإسلامية في سراييفو في ذلك الوقت، وخرج من البوسنة وقاعد في مدينة سبليت، هو أصلا مدينة مصدر اللي كان فيها حرب كذلك. أنا طبعا شفت صورته، كان جابها الأستاذ جبيد لما زار البوسنة في ديسمبر في الشهر من عام 1991. فبعد ما انتهينا من قصة الزيارة دي كلها قلنا له يا شيخ صالح، قال نعم، ممكن تيجي معانا نعمل جولة نعرف بيها عن قضية البوسنة. طبعا فالراجل رحب جدا 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 معنا، ولم يكن معه أي شيء خرج به من البوسنة إلا البدلة اللي هو كان لابسها وبعض الملابس الداخلية وبجامة إلى آخره. فكانت دي أول خطوة في التعريف بقضية البوسنة بعد زيارتنا في شهر مايو ل مدينة سبليت ومدينة تشيرنومير ومدينة زغرب ومدينة زغرب وبوسنسك برود وسلوفنسك برود. اتفقنا مع الشيخ صالح انه يجي لنا، رجعنا بعد كده على مدينة زغرب عشان ناخد الطيارة ونرجع. وبدأت انا اكلم الناس من اصدقائي اللي هم في الخليج عشان ارتب البرنامج بتاع سفرنا للمنطقة دي كلها عشان نعرف بقضية البوسنة. فاتصلت بالشيخ الدباغ اللي هو كان رئيس لجنة قطر، جمعية قطر اللي كان في اليتيم في البحرين، والشباب اللي هم الغاسة الإسلامية في بريطانيا إلى آخره. وحطيت خريطة في مخي إن إحنا نروح نزور 4 أو 5 دول عشان التعريف بقضية البوسنة. نبدأ ببريطانيا طبعا، وبعدين من بريطانيا نتجه على قطر، ومن قطر نتجه إلى أماكن أخرى، وننتهي بمصر بإذن الله سبحانه. كان هذا البرنامج بيبدأ في مايو أو نهاية مايو عام 1992، ونكمل في الحلقة القادمة.